جود مورنينج كي جي تو، عاملين ايه حبايبي النهارده؟ يلا بينا نفتح مع بعض كتاب تواصل ونجيب المد بالواو. تعالوا نشوفوا يعني ايه مد بالواو يا كي جي تو. يعني ايه مد واو؟ مد الواو دوت يا كي جي تو اللي هو زي مد الالف وزي مد بالياء. انا عندي ثلاثه من انواع المد، مد بالالف ومد بالواو ومد بالياء. احنا النهارده معانا مد بالواو. مد بالواو دوت يعني ايه كي جي تو؟ مش احنا قلنا قبل كده ان احنا عندنا حركه طويله وعندنا حركه قصيره؟ الحركه القصيره ديت اللي هي بيبقى مع الحرف ضمه بس، اما الحركه الطويله اللي بيبقى فيها المد بالواو. تعالوا كده نشوفوا مثال. اول حاجه عندي قاف ضمه. قاف ضمه ايه كي جي تو؟ قاف ضمه كو. قاف ضمه كو. قاف ضمه كو يعني ايه كي جي تو؟ يعني دي حركه قصيره، حركه قصيره. طب يا كي جي تو لو القاف ضمه ديت اتحط معاها واو المد هنعمل ايه يا كي جي تو؟ هنقولها ازاي؟ زي كده. هقولها ازاي يا كي جي تو؟ كو. هقولها ازاي؟ كو. يبقى قاف ضمه كو. اما لو قاف معاها واو المد بتبقى كو. طب القاف دي يا كي جي تو بيتقال عليها ايه؟ بيتقال عليها الممدود. بيتقال عليها ايه يا كي جي تو؟ بيتقال عليها الحرف الممدود. اسمها ايه؟ اسمها الممدود. ليه يا كي جي تو الممدود؟ لاني انا مش بنطق حرف المد. انا مش بنطق حرف المد، يعني انا ما قلتش كو، لا انا قلت كو. كو ديت يا كي جي تو يبقى انا مديت الحرف اللي قبل حرف المد، يبقى بقى اسمه ايه؟ اسمه الحرف الممدود. اسمه ايه يا كي جي تو؟ الحرف الممدود. يبقى الحرف اللي قبل حرف المد اسمه ايه؟ الحرف الممدود. طب تعالوا نشوفوا مثال تاني. خاء ضمه. خاء ضمه خو. خاء ضمه خو، حركه قصيره. طب لو انا قلت خاء، خاء ومعاها واو مد، هقول عليها ايه؟ خو. هقول عليها ايه يا كي جي تو؟ خو. اوكي يا كي جي تو؟ اوكي. طب تعالوا نشوفوا مثال كمان. لو انا قلت دال ضمه. دال ضمه دو. دال ضمه دو. طب لو دال ضمه معاها واو مد هقول عليها ايه؟ دو. هقول عليها ايه؟ دو. اوكي. شين ضمه شو. شين ضمه شو. طب لو انا قلت معاها واو مد هتبقى اسمها ايه؟ شو. شو. راء ضمه رو. راء ضمه رو. طب لو انا قلت معاها واو مد هتبقى اسمها ايه؟ رو. رو. يبقى ده الفرق يا كي جي تو ما بين الحركه القصيره والحركه الطويله، ان هو عطيني حركه طويله وحركه قصيره، يبقى انا كده يا كي جي تو عرفت الفرق ما بين المد وما بين الحركه القصيره. المد بتبقى الحركه بتاعته ايه؟ طويله. بتبقى الحركه بتاعته ايه يا كي جي تو؟ طويله. اما الحركه القصيره اللي هي بيكون معايا الحرف بتاعي بس، الحرف بتاعي، وسواء معايا بقى فتحه او كسره او ضمه. اوكي كي جي تو. نشاط اتنين. نشاط اتنين بيقول لي استمع ثم صل الصوره بالصوت. يعني عايزني اشوف يا كي جي تو كل صوره معايا فيها مد بالواو او ما فيهاش مد بالواو. يلا بينا نشوف مين فيهم مد بالواو. اول صوره عندي يا كي جي تو صوره ايه؟ كتكوت. صوره ايه كي جي تو؟ كتكوت. يا ترى كتكوت فيها مد واو؟ برافو، كتكوت فيها مد واو، اوصلها بالواو. طب يا كي جي تو تعالوا نشوف الصوره اللي وراها. صوره ايه؟ اخطبوط. اخطبوط. اخطبوط فيها مد واو؟ برافو، فيها مد واو، اوصلها بمد الواو. الصوره اللي وراها يا كي جي تو صوره ايه؟ صندوق. صندوق فيها مد واو؟ برافو، فيها مد واو، اوصلها بالواو. تعالوا نشوف الصوره اللي وراها صوره ايه كي جي تو؟ صوره خص. يا ترى الخص فيه مد واو؟ نو، ما فيهوش مد واو، برافو. طب الصوره اللي وراها صوره ايه؟ ليمون. ليمون. ليمون فيها مد واو؟ برافو، ليمون فيها مد واو. الصوره اللي وراها صوره ايه يا كي جي تو؟ صوره فول. فول. فول فيها مد واو؟ برافو، فول فيها مد واو.
الصورة اللي وراها صورة ايه؟ عصفور. عصفور. عصفور فيها مد واو. برافو يا كيجيتو، عصفور فيها مد واو. طيب نشاط تلاتة، نشاط تلاتة بيقول لي ايه؟ لون الصورة التي بيها مد بالواو. يعني انا هشوف الصور اللي عندي يا كيجيتو وهشوف مين فيهم فيها المد بالواو وهلونها. اوكي كيجيتو؟ يلا بينا نشوفوا اول صورة. اول صورة عندي دودة. دودة فيها مد واو. برافو، يبقى انا هلونها عشان هي فيها مد بالواو. الصورة اللي وراها صورة بومة. بومة فيها مد واو. برافو، فيها مد واو، يبقى انا هلونها. الصورة اللي وراها صورة فستان. فستان فيها مد واو. نو بس فيها مد ايه يا كيجيتو؟ فيها مد ألف. برافو، عشان أنا قلت فستان. طب يا كيجيتو الصورة اللي وراها صورة إيه؟ خرطوم. خرطوم. خرطوم فيها مد واو. برافو يا كيجيتو، فيها مد واو. آخر صورة، صورة عنكبوت. عنكبوت. عنكبوت فيها مد واو. برافو، فيها مد واو، يبقى هلونها. نشاط أربعة. نشاط أربعة بيقول لي إيه؟ بيقول لي اقرأ. هو عطيني الحرف الممدود مع حرف المد وعايزني أنا أقراهم مع بعض. يلا بينا كده نقراهم أول واحدة. أول واحدة عندي بو. بو. أو. أو. نو. نو. صو. صو. مو. مو. غو. غو. هو. هو. لو. لو. اوكي كيجيتو، دوت الحرف المد مع الحرف الممدود. ده حرف المد مع الحرف الممدود. نشاط خمسة. نشاط خمسة بيقول لي ايه؟ لون الصور التي بيها مد واو بالاصفر والاخرى بالاحمر. يعني انا هشوف الصور اللي فيها مد واو هلونها اصفر، والصور اللي ما فيهاش مد واو هلونها بالاحمر. تعالوا كده نشوفوا مع بعض. اول صورة عندي صورة نجوم. نجوم فيها مد واو. برافو، نجوم فيها مد واو، يبقى انا هلونها بايه كيجيتو؟ هلونها بالاصفر. طب تعالوا نشوفوا خروف. خروف فيها مد واو. برافو، فيها مد واو، يبقى انا هلونها بالاحمر، سوري بالاصفر. بالون. بالون. بالون فيها مد واو. برافو، فيها مد واو، يبقى انا هلونها بالاصفر. بنت. بنت فيها مد واو. برافو، ما فيهاش، يبقى انا هلونها بالاحمر. عندي كمان سور. سور فيها مد واو. برافو، يبقى هلونها بالاصفر. حوت. حوت فيها مد واو. برافو، حوت فيها مد واو، يبقى انا هلونها بالاصفر. اوكي كيجيتو، تعالوا كده نشوفوا نشاط ستة. نشاط ستة بيقول لي ايه؟ ضع وجها ضاحكا اذا وجدت مد بالواو. يعني انا الصورة اللي هلاقي فيها مد بالواو هحط لها سمايل فيس، يعني الفيس الهابي فيس اللي هو الوجه الضاحك. تعالوا بينا كده نشوفوا. اول صورة عندي صورة ايه؟ ورود. ورود. ورود فيها مد بالواو. برافو، يبقى انا هحط لها هابي فيس. طب تعالوا نشوفوا الصورة اللي وراها. صورة ايه؟ ثوم. ثوم فيها مد بالواو. برافو، يبقى انا هعمل لها هابي فيس. الصورة اللي وراها صورة ايه؟ يد. يد فيها مد بالواو. برافو، ما فيهاش مد بالواو. الصورة اللي وراها صورة ايه؟ طيور. طيور فيها مد واو. برافو، يبقى انا هعمل لها الهابي فيس. طبعا تيجي تو اكيد هيعملوا الهابي فيس بتاعهم، هيبقى احسن من بتاعي بكتير. الصورة اللي وراها صورة ايه؟ نقود. نقود. نقود فيها مد بالواو. ايوه فيها مد بالواو. برافو يا كيجي تو، يبقى انا هعمل لها هابي فيس. نشاط سبعة. نشاط سبعة بيقول لي ايه؟ انطق النجوم التي بنفس اللون لتكون كلمة.
يعني عايزني اشوف الـ كل نجمة فيها ايه، كي جي تو فيها حرفين، ونكمل الحرف بتاعها بالنجمة التانية اللي شبهها عشان اكون كلمة. انطق النجوم التي بنفس اللون لتكون كلمة. يلا بينا كده نشوف يا كي جي تو. اول ستارة عندي دي، اول حرف فيها ايه؟ كو. كو. طب تعال نشوف الستار اللي شبهها مين، فيها باء. يا ترى هيكونوا لي كلمة ايه؟ كلمة كوب. برافو يا كي جي تو، كوب. طب تعالوا نشوفوا اللي وراها، الستار اللي وراها فو. طب تعالوا نشوفوا الستار اللي معاها هتديني حرف ايه؟ لام. يبقى هيكونوا لي الاثنين ايه يا كي جي تو؟ فول. فول. طب تعالوا نشوفوا الستار اللي وراها، ثو. ومن الستار اللي معاها لونها ميم، هيكون لي ايه كي جي تو؟ ثوم. هيكون لي ايه؟ ثوم. اوكي، اخر ستار معايا كي جي تو ثو ورا او را. ثور. ثور. اوكي كي جي تو. النشاط اللي وراه بيقول لي لون الكلمات التي بها مد واو فقط، يعني هشوف فين الكلمات اللي فيها مد واو وهنلونها. يلا بينا نقرا اول كلمه، رموش. رموش. رموش فيها مد واو. برافو، فيها مد واو. انا هعمل عليها سيركل بس انتوا كي جي تو هتلونوها. طب تعالوا نشوفوا الكلمة اللي وراها، ولد. ولد. ولد يا كي جي تو فيها مد واو. برافو، ولد ما فيهاش مد واو. أولا الواو جاية في أول الكلام والواو فاتحة، وأنا كمان نطقت الواو. طب تعالوا نشوفوا الكلمة اللي وراها، بيوت. بيوت. بيوت فيها مد واو. برافو، فيها مد واو عشان أنا ما نطقتش الواو، وكمان الحرف اللي قبلها عليه ضمة. طب تعالوا نشوفوا اللي وراها، نور. نور. نور فيها مد واو. برافو، نور فيها مد واو. نجوم. نجوم. نجوم فيها مد واو يا كي جي تو. برافو، نجوم فيها مد واو. عقول. عقول. عقول فيها مد واو. برافو، عقول فيها مد واو. سوق. سوق. سوق فيها مد واو. برافو، سوق فيها مد واو. اخر كلمة معايا كلمة يوم. يوم. يوم دي يا كي جي تو مد بالواو. برافو، يوم مش مد بالواو. ليه بقى يا كي جي تو؟ اولا انا نطقت الواو، ثانيا الواو بتاعتي معاها سكون، ثالثا ان الياء اللي قبل الواو معاها فتحة، واحنا قلنا ان المفروض ان الحرف الممدود بيبقى مضموم يعني عليه ضمة، يبقى يوم ديت ما تعتبرش واو مد. نشاط 9. نشاط 9 بيقول لي ايه؟ اكتب. وعايزيني صور وعايزني اكتب اساميها. اول صورة عندي يا كي جي تو دي صورة ايه؟ نجوم. صورة ايه؟ نجوم. فاكرين كنت بكتب نجوم ازاي؟ يلا بينا مع بعض. نون جيم واو ميم نجوم. نون جيم واو ميم نجوم. برافو يا كي جي تو. طب تعالوا نشوف الصورة اللي وراها، صورة ايه يا كي جي تو؟ سور. سور. تعالوا كده نكتب مع بعض، سور. سو. سو. سور. برافو يا كي جي تو. يلا بينا نكتب كلمة حوت. كلمة ايه دي يا كي جي تو؟ حوت. فاكرين كنت بكتب حوت ازاي؟ حاء واو تاء حوت.
تعالوا نشوف الصورة اللي وراها، صورة ايه؟ نقود. نقود، يلا بينا اكتب نقود. نو 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 نقوكوكوكو قاف نقود. لاحظنا يا كي جي تو ان كلهم معاهم ايه؟ مد بالواو. كل الكلمات اللي انا كتبتها معاها ايه يا كي جي تو؟ معاها مد بالواو. النشاط اللي وراه بيقول لي ايه؟ حدد الحركة الطويلة المشتركة. يعني هو عطيني صورتين، الصورتين دول المفروض ان هم كلمات، انا هقرا الكلمات بتاعتهم واشوف ايه الحركة المشتركة ما بينهم، الحركة الطويلة المشتركة، سواء إيه؟ الف او واو او ياء. الحركة الطويلة اللي احنا قلنا ايه؟ قلنا عليها المد. نشوفوا بقى دوت ايه، مد الف ولا مد واو ولا مد ياء. يلا بينا كده نبتدي مع بعض. اول صورة عندي صورة ايه؟ طيور. طيور. طب والصورة اللي وراها صورة ايه؟ نجوم. نجوم. يا ترى هما الاتنين مشتركين في مد ايه يا كي جي تو؟ برافو، مد واو. طب يا كي جي تو تعالوا نشوفوا الصورة اللي وراها، صورة ايه يا كي جي تو؟ فيل. فيل. طب والصورة اللي معاها صورة ايه؟ ريشة. ريشة. يا ترى الاتنين مشتركين في مادة ايه يا كي جي تو؟ برافو، الاتنين مشتركين في مادة ياء. طب تعالوا نشوفوا الصورة اللي وراها، صورة ايه؟ دجاجة. دجاجة. طب والصورة اللي وراها صورة ايه؟ ذراع. ذراع. يا ترى الاتنين مشتركين في ايه يا كي جي تو؟ مد ألف. برافو، الاتنين مشتركين في مد ألف. طب تعالوا نشوفوا آخر صورتين معانا، صورة ايه؟ بومة. بومة. طب والصورة اللي جنبها صورة ايه؟ زيتون. زيتون. يا ترى الاتنين مشتركين في ايه؟ الاتنين مشتركين في مد واو. الاتنين مشتركين في ايه؟ مد واو. نشاط 11 بيقول لي ايه يا كيشيدو؟ اكتب كلمة تبدأ بكل حرف من الحروف التالية. يعني هو عطيني حروف يا كيشيدو وعايزني اكتب كلمات تبدأ بالحروف دي. اول حرف عطيوني حرف ايه يا كيشيدو؟ حرف الباء. حرف ايه؟ حرف الباء. يا ترى ايه كلمات ممكن عندي تبتدي بحرف الباء؟ فكروا يا كي جي تو، يا ترى ايه كلمات ممكن اكتب ايه؟ ممكن اكتب باب، ممكن اكتب بنت، ممكن اكتب برج، صح يا كي جي تو؟ انا كتبت ايه بقى؟ انا كتبت برج. طب تعالوا نشوفوا الحرف اللي وراه حرف ايه. حرف ايه الحرف اللي وراه يا كي جي تو؟ حرف راء. ممكن اكتب ايه مع حرف الراء؟ ممكن اكتب رأس، ممكن اكتب رمل، ممكن اكتب رمال، ممكن اكتب اي كلمة يا كي جي تو تبدأ بحرف الراء. تعالوا نشوفوا انا هكتب ايه. انا كتبت ايه يا كي جي تو؟ انا كتبت رمل. طب يا كي جي تو عندي بعد كده حرف الحاء. يا ترى حرف الحاء يا كي جي تو ايه اللي ممكن يبدأ لي بحرف الحاء؟ ممكن اكتب حمامة، ممكن اكتب حصان، ممكن اكتب حجرة. حجرة. طب يا كي جي تو عندي كمان حرف السين، يا ترى ايه ممكن تاني يبدأ لي بحرف السين؟ سمكة. ممكن اكتب ستارة، ممكن اكتب ساعة، ممكن اكتب سجادة، صح يا كي جي تو؟ يلا بينا كده نشوف انا هكتب ايه. انا كتبت ايه يا كي جي تو؟ ساعة. كتبت ايه؟ ساعة.
النشاط اللي وراه بيقول لي اكمل الحرف الناقص، يعني هو عطيني صور وعطيني الكلمات بتاعتها بس الكلمات دي ناقصها حرف. تعالوا كده بينا نشوفوا اول صوره. صوره ايه؟ خروف. صوره ايه كيجيتو؟ خروف. يا ترى ناقص حرف ايه؟ برافو، ناقص حرف الواو. طب تعالوا نشوف الصوره اللي وراها. صوره ايه؟ دروس. دروس. دروس ناقصها حرف ايه كيجيتو؟ ناقصها حرف السين. طب الصوره اللي وراها صوره ايه؟ عيون. عيون. عيون ناقصها حرف ايه كيجيتو؟ اول حرف، حرف ايه؟ حرف عين. برافو. طب الصوره اللي وراها صوره ايه؟ زيتون. زيتون. يا ترى ناقصني حرف ايه كيجيتو؟ ناقص حرف الواو. برافو يا كيجيتو. يلا بينا كده يا كيجيتو نشوفوا حرف جديد. حرف جديد النهارده اللي معانا ايه هو يا كيجيتو؟ تاء. بس تاء ايه؟ تاء مربوطة. اسمها ايه يا كيجيتو؟ تاء مربوطة. اسمها ايه؟ تاء مربوطة. احنا عندنا التاء بتاعتي المفتوحة العادية، احنا النهاردة هناخده التاء المربوطة. التاء المربوطة ديت زي ايه كيجيتو؟ فاكرين احنا خدناها في ايه؟ فراشة، سمكة، حمامة، ساعة. كل دول يا كيجيتو بينتهوا بالتاء المربوطة. بينتهوا بايه؟ بالتاء المربوطة. ودايما التاء المربوطة يا كيجيتو بتيجي معايا في اخر الكلام، يعني بتبقى اخر حرف عندي. تعالوا كده نشوف المثال اللي عندي. اول صورة عندي دي صورة ايه؟ سمكة. سمكة. صورة ايه؟ ملكة. ملكة. فراشة. فراشة. بطة. بطة. عصفورة. عصفورة. اوكي كيجيتو، يبقى انا عندي التاء المربوطة هي تاء بس مربوطة وبتجيني في آخر الكلام. النشاط اللي وراها يا كيجيتو بيقول لي صل، هو عطيني عطيني صور وعطيني الكلمات والمفروض ان انا اوصلهم ببعض. اول صورة عندي دي يا كيجيتو صورة ايه؟ صورة وردة. صورة ايه كيجيتو؟ وردة. يا ترى فين كلمة وردة؟ اهي، يلا بسرعة اوصلها. الصورة اللي وراها صورة ايه؟ سمكة. سمكة. فين كلمة سمكة؟ يا ترى هي اول واحدة؟ نو. اللي وراها؟ نو. دي يا كيجيتو؟ برافو، هي دي، اوصلها سمكة. الصورة اللي وراها صورة ايه؟ ذرة. ذرة. فين يا كيجيتو كلمة ذرة؟ برافو، اول كلمة. اخر صورة عندي يا كيجيتو صورة ايه؟ شجرة. صورة ايه؟ شجرة. يلا اوصلها بكلمة شجرة. نشاط ثلاثة بيقول لي لون الصور التي بها تاء مربوطة. يلا بينا كده نشوفوا يا كيجيتو الصور اللي فيها تاء مربوطة، انا هحط عليها سيركل بس انتوا هتلونوها. اول صورة عندي صورة ايه؟ سيارة. سيارة. سيارة فيها تاء مربوطة؟ برافو، فيها تاء مربوطة، يبقى انا هلونها. الصورة اللي وراها صورة ايه؟ طائرة. طائرة. طائرة فيها تاء مربوطة؟ برافو، فيها تاء مربوطة. طب يا كيجيتو لما انا قلت طائرة وقلت سيارة، يا ترى الاتنين دول معاهم ايه؟ معاهم مادة ألف. برافو يا كيجيتو، انا لما اقول طائرة سيارة يبقى الاتنين معاهم مادة ألف. اوكي كيجيتو تعالوا نشوف الصورة اللي وراها. صورة ايه؟ نظارة. نظارة فيها تاء مربوطة؟ برافو، فيها تاء مربوطة. وفيها ايه كمان يا كيجيتو؟ فيها مد بالالف. برافو، نظارة. طب تعالوا نشوف الصورة اللي وراها. صورة ايه؟ سرير. سرير. سرير فيها تاء مربوطة؟ برافو، ما فيهاش تاء مربوطة بس معاها ايه كمان يا كيجيتو؟ سرير مد بالياء. برافو يا كيجيتو، فيها مد ياء. طب اخر صورة عندي يا كيجيتو صورة ايه؟ غسالة. غسالة. غسالة فيها تاء مربوطة؟
برافو، غسالة فيها تاء مربوطة. وفيها ايه كمان لصحابي الشاطرين؟ برافو، فيها مد بالألف. برافو يا كي جي تو. نشاط اللي وراه بيقول لي اكتب، اعطيني صور وعايزني اكتب كل كلمة فيهم. يلا بينا كده نشوف اول صورة. اعطيني ايه؟ اعطيني صورة ايه يا كي جي تو؟ برافو، قطة. صورة ايه كي جي تو؟ قطة. يلا بينا اكتب قطة. فاكرين كنت بكتبها ازاي؟ قاف تاء قاف طاء تاء مربوطة قطة، قاف طاء تاء مربوطة قطة. طب يا كيجيتو تعالوا نشوف الصورة اللي وراها. صورة ايه؟ زهرة. صورة ايه؟ زهرة. يلا بينا اكتب زهرة. ز ز ز زي زه ه زهرة ر تن زهرة تن. طب الصورة اللي وراها صورة ايه يا كيجيتو؟ شمعة. صورة ايه؟ شمعة، عشان هي واحدة بس هقول عليها شمعة. يلا بينا اكتب شمعة. ش شم ع شمعة. اخر صورة معايا كيجيتو صورة ايه؟ بطة. صورة ايه؟ بطة. بطة. كيجيتو احنا ملاحظين حاجة في الكلمات اللي احنا كتبناها؟ ملاحظين فيهم حاجة يا كيجيتو؟ مين هيقول لي ملاحظ فيهم ايه؟ برافو، ان هم كلهم بينتهوا بايه؟ بالتاء المربوطة. يبقى كل الكلمات اللي عندي بتنتهي بايه يا كيجيتو؟ بالتاء المربوطة. برافو. النشاط اللي وراها بيقول لي ايه يا كيجيتو؟ اقرا ثم ارسم، يعني عايزني اقرا الجمل ديت وبعدين ارسمها. اول جملة عندي ايه يا كيجيتو؟ هذه زرافة. هذه زرافة. كيجيتو هنرسم هنا زرافة. الصورة اللي وراها صورة ايه؟ هذه ساعة. هذه ساعة. هنرسم في السكوير ده يا كيجيتو، هرسم ساعة. الصورة اللي وراها صورة ايه؟ او جملة ايه؟ هذه نظارة. هذه نظارة. هرسم يا كيجيتو في السكوير نظارة. اوكي كيجيتو، يلا بينا كده نشوف ايه النشاط اللي وراها. النشاط اللي وراها بيقول لي ايه؟ بيقول لي اختر. اختر اعطيني ايه كيجيتو؟ اعطيني جملة واعطيني صور، والمفروض ان انا اشوف الجملة ديت بتنطبق على انهي صورة فيهم. اول جملة عندي يلا بينا كده نقراها. حشرة جميلة. حشرة جميلة. حشرة جميلة. حشرة جميلة. يا ترى فين صورة الحشرة؟ أول واحدة دي صورة حشرة؟ نو، برافو، دي صورة نعامة. تاني صورة دي صورة حشرة؟ نو، دي صورة كرة. تالت صورة دي صورة إيه؟ فراشة. والفراشة إيه يا كيجيتو؟ الفراشة من الحشرات الجميلة. يبقى هي ديت أحط عليها سيركل. يلا بينا كده نشوف الجملة اللي وراها بيقول لي ايه؟ نلعب في. نلعب. نلعب في. يا ترى احنا بنلعبه فين يا كيجيتو؟ في النادي. طب تعالوا نشوفوا كده الصور اللي معانا. اول صورة ده ايه يا كيجيتو؟ دي صورة ماركت. هل احنا بنلعب في الماركت؟ نو، ما ينفعش. الصورة اللي وراها دي صورة ايه؟ برافو، دي صورة حديقة أو نادي. ممكن ألعب في الحديقة أو في النادي، يبقى أنا هحط عليها سيركل. طب يا ترى آخر صورة دي ممكن تنفع؟ دي طريق، الطريق اللي احنا بنمشي فيه كيجيتو، ينفع إن أنا ألعب في الطريق؟ طبعا ما ينفعش. تعالوا نشوفوا الجملة اللي وراها بتقول لي إيه؟ نحن نقرأ. نحن نقرأ. يا ترى احنا بنقرأ إيه يا كيجيتو؟ برافو، احنا بنقرأ كتاب. طبعا احنا ولا بنقرأ شبكة ولا بنقرأ كعكة، صح يا كيجيتو؟ احنا بنقرأ الكتاب. النشاط اللي ورايا يا كيجيتو نشاط 7 بيقول لي اكتب. اعطيني يا كيجيتو صور وعايزني اكتب اسم الصورة ايه. اول صورة عندي دي يا كيجيتو صورة ايه؟ برافو، نملة.
نملة، كنت بكتب نملة ازاي يا كيجيتو؟ نون ميم لام تاء مربوطة، نملة. برافو يا كيجيتو. طب الصورة اللي وراها دي يا كيجيتو صورة ايه؟ نحلة. صورة ايه يا كيجيتو؟ نحلة. يلا بينا نكتب نحلة. نحلة، يلا بينا مع بعض أكتب نحلة. نون ح لام تاء مربوطة، نحلة. طب يا كيجيتو الصورة اللي وراها صورة إيه؟ تعالوا نشوف الصورة اللي وراها يا كيجيتو صورة إيه؟ دودة. صورة إيه يا كيجيتو؟ دودة. يلا أكتب دودة. دال واو دال تاء مربوطة، دودة. دال واو دال تاء مربوطة، دودة. طب يلا بينا يا كيجيتو أشوف آخر صورة معايا، صورة إيه؟ فراشة. فراشة، كنت بكتب فراشة إزاي؟ فاء راء ألف شين تاء مربوطة، فراشة. فاء راء ألف شين تاء مربوطة، فراشة. اوكي كيجيتو، انا دلوقتي عايزه اسالكوا سؤال، يا ترى ايه الحاجه المشتركه في الكلمات اللي احنا كتبناها؟ عندي حاجتين مشتركتين ما بينهم، يا ترى ايه هما يا كيجيتو؟ ايه هما الحاجتين دول يا كيجيتو؟ حد يعرف كده ايه هما الحاجتين دول؟ هنكتبهم من الأول كده مع بعض يا كيجيتو، نحلة، أول واحدة نملة، الصورة اللي وراها نحلة، الصورة اللي وراها دودة، آخر صورة معايا صورة فراشة. طب يا كيجيتو يا ترى ايه اللي مشترك ما بينهم يا كيجيتو؟ انا عندي حاجتين مشتركتين ما بينهم، يا ترى ايه هما الحاجتين المشتركتين يا كيجيتو؟ حد كده عارف؟ اول حاجة عندي يا كيجيتو ان هما الاتنين ان هما كلهم مشتركين في التاء المربوطة، لو لاحظنا ان كل الكلمات اللي عندي منتهية بالتاء المربوطة. طب يا ترى ايه كمان؟ برافو، ان هما كلهم حشرات، ان هما كلهم ايه يا كيجيتو؟ حشرات. برافو يا كيجيتو. النشاط اللي وراه بيقول لي ايه؟ ارسم وجها ضاحكا تحت الصور التي بها تاء مربوطه، يعني الصور اللي فيها تاء مربوطه هرسم لها سمايل فيس اللي هو الوجه الضاحك ده يا كيجيتو. يلا بينا نشوف اول صوره عندي، صوره ساعه. ساعه فيها تاء مربوطه، برافو، ساعه فيها تاء مربوطه، يبقى انا هعمل لها الوجه الضاحك. اوكي يا كيجيتو. الصورة اللي وراها صورة ايه؟ هرم، يا ترى هرم فيها تاء مربوطة؟
برافو، هرم ما فيهاش تاء مربوطة. طب تعالوا نشوف الصورة اللي وراها، صورة ايه؟ فراولة، فراولة، فراولة فيها تاء مربوطة. برافو، فراولة فيها تاء مربوطة. الصورة اللي وراها صورة ايه؟ قبعة، قبعة فيها تاء مربوطة. برافو يا كي جي تو، فيها تاء مربوطة. الصورة اللي وراها آخر صورة معانا صورة إيه؟ هدية، هدية فيها تاء مربوطة. برافو، هدية فيها تاء مربوطة. طب تعالوا نشوف النشاط 9 بيقول لي إيه؟ لون الكلمات التي بها تاء مربوطة. تعالوا نشوفوا كده الكلمات اللي بها تاء مربوطة، وأنا هعمل عليها سيركل وكي جي تو هيلونوها. أوكي كي جي تو؟ تعالوا كده بنقرأ أول كلمة. جوافة، جوافة، جوافة فيها تاء مربوطة. برافو، فيها تاء مربوطة، يبقى أنا هلونها. الكلمة اللي وراها كلمة إيه؟ ولد، ولد، ولد فيها تاء مربوطة. برافو، ما فيهاش. زجاجة، زجاجة، زجاجة فيها تاء مربوطة يا كي جي تو. برافو، زجاجة فيها تاء مربوطة، يبقى أنا هحط سيركل على زجاجة، وطبعا كي جي تو هيلونوها. حقيبة، حقيبة فيها تاء مربوطة. برافو، فيها تاء مربوطة. فرشاة، فرشاة فيها تاء مربوطة. برافو، فيها تاء مربوطة. قهوة، قهوة، برافو، فيها تاء مربوطة. زهرة، زهرة فيها تاء مربوطة. آخر كلمة عندي كلمة أنف، أنف، أنف فيها تاء مربوطة يا كي جي تو. برافو، أنف ما فيهاش تاء مربوطة. نشاط 10، نشاط 10 بيقول لي إيه كي جي تو؟ بيقول لي صنف. صنف يعني إيه كي جي تو؟ يعني هو عطيني مجموعة صور وعطيني تحت صور تانية عشان أنا أصنف. يعني أول حاجة عندي عطيهوني إيه كي جي تو؟ الصورة دي كده صورة حيوانات. طب الصورة اللي وراها صورة طيور. طب الصورة اللي وراها خضروات. طب الصورة اللي وراها فاكهة. ايه المطلوب مني اعمل ايه كي جي تو؟ المطلوب مني ان انا اشوف الصور اللي عندي فوق واصنفها، اكتبها تحت كل واحدة في مكانها. لو الحيوانات هكتبها مع الحيوانات، لو من الطيور هكتبها مع الطيور، لو من الخضروات هكتبها مع الخضروات، لو من الفاكهة هكتبها مع الفاكهة. طب يلا بينا كده يا كي جي تو نشوفوا اول صورة عندي. اول صورة عندي دي يا كي جي تو صورة ايه؟ بقرة، بقرة يا كي جي تو. يا ترى ديت من ايه؟ من الحيوانات. برافو، يبقى انا هكتب بقرة مع الحيوانات. طب يا ترى عندي ايه تاني يا كي جي تو من الحيوانات؟ يلا بينا كده ندور مع بعض. ايه تاني، ايه تاني؟ برافو، زرافة، يبقى هكتب كمان زرافة. زرافة. في عندي تاني حيوانات يا كي جي تو؟ برافو، ما عنديش حيوانات. تعالوا نشوفوا اللي وراها طيور. يا ترى ايه عندي يا كي جي تو من الطيور؟ برافو، عندي بومة، بومة. طب يا كي جي تو يا ترى عندي حاجة تانية يا كي جي تو من الطيور؟ برافو، عندي حمامة، حمامة. عندي طيور تانية يا كي جي تو؟ عندي أي حاجة من الطيور تاني؟ برافو، ما عنديش. طب تعالوا نشوفوا اللي وراه، اللي وراه ايه يا كي جي تو؟ خضروات. يا ترى ايه عندي يا كي جي تو من الخضروات؟ برافو، عندي بصل. عندي ايه يا كي جي تو؟ بصل. طب يا كي جي تو يا ترى عندي ايه تاني؟ عندي ايه تاني من الخضروات؟ ذرة. برافو، عندي ذرة. عندي خضروات تانية يا كي جي تو؟ برافو، ما عنديش خضروات تاني.
طب تعالوا نشوفوا عندي آخر حاجة إيه؟ فاكهة. يا ترى إيه عندي من الفواكه يا كيجي تو؟ أول صورة عندي إيه؟ موز. عندي إيه؟ موز. طب يا ترى عندي حاجة تاني من الفواكه؟ برافو، عندي بطيخ. 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 يا ترى عندي حاجة تاني من الفواكه يا كيجي تو؟ برافو يا كيجي تو، ما عنديش حاجة تاني من الفواكه. طب يا كيجي تو، النشاط اللي بعده بيقول لي ايه؟ ساعد القطة لتصل إلى سمكتها. يعني عايزني أساعد القطة دي يا كيجي تو عشان توصل للسمكة بتاعتها عشان تاكلها. طب يا كيجي تو، هو عايزني أوصل القطة للسمكة بتاعتها بس أمشي مع الكلمات اللي فيها تاء مربوطة. يلا بينا كده يا كيجي تو نشوفوا أول حاجة. أدي القطة دخلت عندي للمتاهة بتاعتها. أول حاجة مرت معاها إيه؟ نعامة. نعامة فيها تاء مربوطة؟ برافو، فيها تاء مربوطة. تاني حاجة مرت معاها كرة. كرة فيها تاء مربوطة؟ برافو، فيها تاء مربوطة. يلا بينا نكمل، وصلت لحد مين؟ ريشة. ريشة فيها تاء مربوطة؟ برافو، ريشة فيها تاء مربوطة. يلا بينا نكمل، وصلت عند مين؟ زهرة. زهرة فيها تاء مربوطة؟ برافو، يلا بينا نكمل. وصلنا عند مين؟ شجرة. شجرة فيها تاء مربوطة؟ برافو يا كيجي تو، فيها تاء مربوطة. يبقى أنا كده ماشية صح. نعدي الشجرة ونروح عند مين؟ ذرة. ذرة فيها تاء مربوطة؟ برافو يا كيجي تو. نعدي الذرة ونوصل عند مين؟ زرافة. زرافة فيها تاء مربوطة؟ برافو يا كيجي تو، زرافة هي اللي هتوصلني لمين؟ هتوصلني للسمكة. يبقى كده احنا وصلنا القطة اللي معانا للسمكة بتاعتها. اوكي كيجي تو؟